السلام عليكم. دلوقتي هنشوف موقع حلو فيه استخلاص البيانات تمام من السوشيال ميديا. هنا بقى تستني بعض الاسئله عشان نبدا الحساب بتاعي. بيقول لي سمي المشروع بتاعك، فسميه مثلا سي. هقول له هنا نيو بلانك، او ممكن تختار تمبليت من دول. بيقول لي اختار حاجة تاخد منها المعلومات، ممكن تويتر او الفيسبوك. لو انت عندك حساب ابجريد او بفلوس تقدر تختار اكتر من واحد، فبتبدأ تختار الكلمة اللي انت عايز تدرسها، وليكن مثلا القاهرة تمام. ممكن نختار اللغة تمام، وبعد كده نختار الدولة. ونختار الفلتر بالتاريخ من يوم ايه ليوم ايه، تويت ولا بوست ولا ايه بالظبط تمام. وسورت باي ترتبهم بأني ترتيبة، وفايند بوست. دلوقتي هيبدأ يدور على البوستات تمام. طلع معايا 1000 و هنسميه مثلا اكس. فبيبدا ان هو يجمعهم البيانات ديت، وفي امكانيه ان انت تعمل امبورت من ملف لو عندك ملف جاهز، وهو يبدا يحلل لك البيانات. طبعا افضل ملف نحمله اللي هو جيسون، لانه ده بيتقري بسهوله جدا، وفي مكتبات حلوه قوي في قلب البايثون تمام. داتا سيت نيم اكس 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 كونتينيو. هحط لي بقى كل الداتا هنا، وادي اهي التيبل فيو. في 1000 تويته حطوهم مهمت مترتبين، فيهم كلمه القاهره، وفي حاجات فيها صور، بيوصف لك بقى كل حاجه ويحط لك اللينك بتاعها تمام، عشان تقدر تفهم الناس بتتكلم فيه. بعد كده تقدر تيجي هنا وتقول له داونلود تمام، او اكسبورت داتا دو الموقع تمام، او ممكن تقول له اكسبورت داتا وهتخليها جيسون سيف. فكده انت قدرت تحصل على كميه معلومات قويه جدا من السوشيال ميديا. تقدر تعمل امبورت من داتا فايل، او من السوشيال ميديا، او من النيوز ميديا، او من داتا فيهم سيرفي كوليكشن. لو عندك سيرفي كوليكشن عندك داتا كتيره، هو يقدر ان هو يحللها لك. تقدر تخش هنا على ويزارد، هتلاقي ادوات تساعدك بروسينج، مثلا تشوف لو في حاجه متكرره تشيلها، تفلتر باللغه وهكذا تمام. وتقدر تعمل اوبريشن زي مثلا انت تشينج فايل تايب تمام، عندك مثلا حاجه من دول تغيرها في حاجه تانية وهكذا.